السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن إخوانكم في الشمال السوري المحرر في إدلب وما حولها يتعرضون الآن لإبادة جماعية على أيدي القتلة المجرمين من النظام المسرف الفاجر وعصائب العنصرية والطائفية ومن الغزاة المفسدين، ويستعملون الأسلحة المحرمة دوليا لإبادة الأبرياء، لإبادة النساء والأطفال والشيوخ الركع وغير ذلك. وهذا ينتهزون له فرصة غفلة الناس في متابعة أحداث فلسطين في هذه الحرب المسماة طوفان الأقصى، وفرحة المسلمين بما حققه المجاهدون من نجاحات. فيستغل هؤلاء المجرمون الفجرة غفلة الناس وانشغالهم بمتابعة الشأن الفلسطيني عن الشأن السوري، فيعملون الفظائع في أهلنا في الشمال السوري. فأوصيكم جميعا يا إخواني ويا أخواتي بالوقوف مع إخوانكم وعدم إسلامهم وعدم خذلانهم، وأحض تركيا حكومة وشعبا، وقبل ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان والمنظمات الإنسانية والقانونية في تركيا على الوقوف مع إخوانهم وعدم إسلامهم وعدم خذلانهم في هذا الوقت. كما أوصي الأمة الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها بالوقوف معهم فهم في أمس الحاجة إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا مبينا، وأن ينتصر لهم من أعدائهم أجمعين، وأن يهزم الغزاة المفسدين الذين احتلوا أرض سوريا وقسموها ووزعوها وشردوا أهلها وقتلوهم ونكلوا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم في ردغة الخبال، وأن يسل عليهم سيف الذل والوبال، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وسريع عقوبته، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.